بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، فمن علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل الذي في صحيح مسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاء في هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربتها. يبقى لما سأل سيدنا جبريل بيسأل عن الساعة، فالنبي أجابه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشأ يتطاولون في البنيان، إلى آخر الحديث. لكن نحن نريد أن نسقط الضوء هنا على أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. وفي هذا شرح وتفسير قديم، وهناك تفسير آخر هو الأوجه والأظهر كما يرى الإمام ابن حجر. وعموما هذه المسألة فيها ستة أقوال، فيها ستة أقوال. نبدأ الأول بالتفسير القديم. التفسير القديم يقول: هو أن ينجب. طبعا بمعطيات زمانهم كانوا يقولون، وهم لم يكونوا في آخر الزمن، بل نحن الذين جئنا في آخر الزمن. ولذلك كما يقول ابن حجر: هذا أنسب وأوجه، مراع لآخر الزمن. التفسير القديم يقول: هو أن ينجب السيد من أمته، فتلد الأمة بنتا، فتكون البنت حرة، فتصير ربة أمها وسيدتها. فتصير البنت ربة أمها وسيدتها، وهكذا تلد الأمة ربتها. يبقى التفسير الأول بيقول أيام الإماء والعبيد وما شابه ذلك، إن رجل يعني ينجب من الأمة، الأمة التي يملكها ملك اليمين، ينجب منها بنتا، فتصير البنت حرة لأبيها، وتمضي هذه الأمة تباع أو ما شابه ذلك، ثم أو حتى لا تباع، تصير سيدة لأمها هذه التي ولدتها، فتصير الأم مأمورة منها، مطيعة لها، وتصير البنت ربة أمها. يبقى أن تلد الأمة ربتها. هذا هو التفسير القديم، وكان يعني فيه بحث عن تفسير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أربع تفسير أخرى أو يعني أقوال أخرى تدور في فلك هذا التفسير القديم، وهو معهم يشكلون خمسة أقوال. أما القول السادس قيل فيه هو أن يكثر العقوق، وهذا أنسب. اسمع معي، هذا القول أوجه، وتجده مراع لعصرنا هذا في آخر الزمان، وحدث ونراه. القول السادس قيل فيه هو أن يكثر العقوق في الأولاد، هو أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه، فيعامل الولد. طيب ليه ما قلتش البنت؟ لأن رواية مسلم بتقول أن تلد الأمة ربتها، يبقى بنت. وفي رواية أخرى أن تلد الأمة ربها، يبقى سواء كان المولود ولدا أو بنتا. يبقى القول السادس هو أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد
أمه معاملة السيد لأمته وخادمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، يستخدمها كأنها خادمة عنده، فأطلق عليه ربها مجازا، أطلق عليه في الحديث ربها مجازا. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الوجه أوجه عندي، يعني وأفضل الآراء عند الإمام مين؟ ابن حجر العسقلاني. قال الإمام ابن حجر: وهذا الوجه أوجه عندي لعمومه وتحصيله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها، يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربيا، الولد اللي المفروض يتربى هو اللي بيربي إيه؟ أهله وأمه وأبيه، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا. وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن يصير الحفاة العراة ملوك الأرض. انتهى كلام الإمام ابن حجر، انتهى كلام الإمام ابن حجر. وهو بالفعل ما نراه في آخر الزمان من عقوق الأبناء للآباء والأمهات، حتى أن الإبن أو البنت يعتبر أمه أو أباه خادما، يطلب من الأم كأنها خادمة، تصنع الطعام، تصنع الشراب، تكوي الملابس، تفعل كل شيء، كل شيء كأنها خادمة، وهو يطلب منها لا على سبيل الاستعطاف والاسترحام وطلب الابن من أمه، لا، بل على سبيل الأمر، وأنه حق مكتسب ثابت له يأخذه وهي عليها التنفيذ، كأنها أمة أو خادمة عنده. وبالمناسبة الأمة تعني المرأة، كنا نسمع النبي يقول صلى الله عليه وسلم يعني في الأحاديث عن المرأة: أمة الله، يا أمة الله، ودارج هذا الكلام أيضا: يا أمة الله. إذن الأمة هي المرأة، ولو كانت حرة الأحرار كلهم يقال لها أمة، يعني أمة الله، يعني امرأة. وهذا بالفعل ما نراه في عصرنا هذا من عقوق الأبناء للآباء. فنرى في هذا الزمان قد نرى مما نرى في زمان هذا: الابن أو البنت يرى أنه لا طاعة لوالديه عليه، وإذا تم توجيهه من قبل الوالدين إلى شيء أو نصحه يسمعه الابن من والديه بشيء من الاستهتار وقلة المبالاة، وقلة المبالاة. وبدلا من أن يكون الابن صالحا طائعا بارا بوالديه، يصبح متسلطا كأنه سيد لهما، يأمر وينهى ويطلب ولا بد أن يستجاب له، ويطلب ولا بد أن يستجاب له. والبنت أيضا، فتطلب البنت من أمها صنع الطعام والشراب وكي الملابس، كأنها أمة عندها أو خادمة لها، كأن الأم أمة عندها أو خادمة لها. وهذا معنى قول رسول الله: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أخرى: أن تلد الأمة ربها، فتشمل الولد أيضا. وهناك ما يجدر الإشارة إليه من المعاني في عصرنا هذا، وهو قضية استئجار الأرحام، قضية استئجار الأرحام. ممكن زوج وزوجة تكون عندهم خادمة، وهما لسبب من الأسباب لا ينجبان، ويكون الحل في أن يستأجرا رحما من الأرحام، فيستأجران رحم الخادمة، فيستأجران رحم الخادمة، فتلد الخادمة لهما طفلا، الطفل ده ابنها، فيصير الطفل وهو ابنها ينتسب إليهما، من تعمل عندهم ينتسب إليهما، والخادمة تصبح خادمة لهم جميعا، للأب والأم والابن اللي هو أصلا ابنها. وهنا
يكبر الولد ينتسب للزوجين والأم خادمة عنده فهو سيد لها. وهذا أيضا من المعاني التي استجدت في زماننا هذا من معنى أن تلد الأمة ربها. الخادمة بتعمل عندهم فيصير المولود سيدا لأمه في هذه الحالة. ويندرج أيضا تحت أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. نرجع إلى نص الحديث مرة أخرى، حديث في صحيح مسلم، روى الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا. قال يا عمر، النبي بيقول لسيدنا عمر، قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، أو قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم من حديث سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن في قضية أن تلد الأمة ربتها، هذه علامة من علامات يوم القيامة ومن علامات قرب الساعة، أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. لها تفسير قديم فسرها العلماء بحسب عصرهم وزمانهم ومعطياتهم في أيامهم هذا، ولم يكن قد بدر في أيامهم العقوق الشديد للوالدين، بحيث تصير الأم لابنها أو لبنتها أو لبنتها كأنها أمة عندهم خادمة لهم، يتناولونها بالأمر والنهي والسب وأحيانا الضرب، ويأمرونها كأنه إلزام عليها. حدث هذا في زماننا الذي نعيش فيه، ولذلك الأوجه كما يرى الإمام ابن حجر العسقلاني، الأوجه في زماننا هذا وبحسب قربنا ليوم القيامة هو عقوق الوالدين، عقوق البنت لأمها والولد لأمه، بحيث من شدة العقوق تصير الأم عند ابنها أو عند بنتها كأنها أمة لها. البنت الأم تصير لبنتها كأنها أمة لها من شدة العقوق، من شدة العقوق والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يهدي جميع الأبناء والبنات، ويهدي الجميع لأرشد أمرهم، ويهدينا جميعا لأرشد أمرنا، ويجعلنا على الطريق المستقيم القويم الذي يرضاه لنا سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.